امك. ها نظارتك نظارتك ها النظارة حقتك مكسورة تبغى ايش؟ النظارة اللي تلبسها هذه نظارة من؟ يرحم امك النظارة النظارة اللي تلبسها ما ابوي معاه حجر كبير حشرني انا واخوي الصغير عشان تركنا البيت بنجيب عصير مسكني انا دمرني تدمير عدل انا ساعات بتشتي بشتايم ببقى مش فاهم دي ايه انا ما عنديش مانع اتهان عادي بس ابقى فاهم يعني ايه كسر في حقك يعني ايه كسر انا عمري ما شفت واحد راح للدكتور الدكتور قال له ده كده شرخ في الحق مريض الاشعه كده قول يا احمد ساعات فرافيد لو اخواتي اخواتي اخوات ماشي بكلمك مش بترد كنت بصخ بتشخ؟ ميبا جو 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 ميبا أخذت كوش نيام 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 ميبا جو 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 قم بسرعة واغتسل من الجنابة توقف عن مشاهدة أي سيكو سيكو أو ممارسة أي سيكو سيكو واني احبك في الله عدل انا ساعات بتشتي بشتايم ببقى مش فاهم دي ايه انا ما عنديش مانع اتهان عادي بس ابقى فاهم يعني ايه كسر في حقك يعني ايه كسر انا عمري ما شفت واحد راح للدكتور الدكتور قال له ده كده شرخ في الحق مريض الاشعه كده على قهوة في آخر فيصل قاعد بغسل في بلوك نوت على قهوة في آخر فيصل قاعد بغسل في الكتكوت كتكوت ايه؟ هتقعد على القهوة تغسل في الكتكوت؟ أمال بغسل في بلوك نوت قول يا أحمد اشرب حشيش لا يما تخليني ايما علي بفرح ماشي يا احمد كل طار المطار كل عشه في المقشه ماشي قول عبد الرحمن عايز اشوف بكر بس مش شايف قول يا احمد قاعد بتلعب ببجي يا ابن الصرمه وامتحانك بكره قول يا قول يا ومذاكر هلا ومذاكر جاكس اخوانا ومذاكر خد فاهم انت عايز تخسرنا ولا انا بلعب تقييم تقييمك ده السله هتسقط والمقشه البلح هتشتغل خد ايديك كتاب الفيزياء خد انا ذاكر يا عم اخسر يا عم اخسر قول قول والإله شكل المقشة البلح هتشتغل وابوك هيكسر عليك الشارع بصوا يا جدهان ده لو كان واحد محترف اكتر مني كان بيلعب كان هجيب الثلاثة مليون الاربعة مليون انا مش طالب حاجة انا مش طالب غير ايه غير يعني عايز اوصل قبل رمضان عايز اوصل 20,000 متابع بس انساش اللايك ودوس فولو وعمل اكسبلور كتير يعني موت فوق يعني شبه موت تيم في اللقطة ديت وشوف ولو عجبتك ما تنساش دوس لايك وفولو بس واكون ما تي ميت يا دود انا شفت عبد علي طلعت عليه على ابو اشوك خير مكانك ابو جزوم شو بتك خالص